وانا قبيله كنت صايقاها زعما داكشي، وقسما بالله تي دمعوا لي عويناتي وبقى فيا الحال مسكينه. كوكو، السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا. مرحبا بكم، معكم اسيا وسميا فايو توينز من قناتكم بايو توينز، your favorite YouTube channel بايو توينز، اللي في يوتيوب في انستغرام في تيك توك في كل شيء اللي بغيت الله يرحمكم. or your favorites نضحك معكم. anyways القصة ما فيها هي حزينة وسعيدة، سعيدة وحزينة، لطيفة وخديجة. خديجة أنا مش ترجم، I don't know why أنا ديما I get distracted. بعنينا ما عاديش نطول عليكم. مهم صراحة اول حاجه واهم حاجه، اليوم اخر نهار غادي تشوفنا كنصوروا هاد الطوموبيله السعيده. حمدتك يا ربي شكرتك. انا غندخل لكم في صوب الموضوع من الاخر. اوكي، اليوم الى اجل غير مسمى، ولكن ان شاء الله غادي يجي واحد الاجل واحد النهار ان شاء الله، ما عرفناش امتى، ولكن ان شاء الله يكون قريبا، ولا يعني it doesn't matter. مؤقتا دابا هادي اخر مره غادي تشوفونا بهاد السات بحال هكا. سوف الحمد لله ديما نكون ديما مع بعضياتنا، ولكن ما غاديش نكونوا داخلين في حلقه في الطوموبيل، وحده كتسوق وحده باركا باسنجر سيت، وسبيشلي انا ديما سويس ما كتسوق، وانا كديما كنكون باركا باسنجر سيت. عاف الله، ما غاديش يبقى هادشي، غادي تحيد الصاره، غادي تحيد وفينكم احنا جايين، غادي تحيد هذيك ديال فين ما كانت شي هاوتا كنطيروا ليها، غادي تحيد سميتو فيما كنكونوا باركين. انت كتقولي لنا واحد الراس نوضوا سيروا البلاصه الفلان فني، واخا كتكون في القرينه الكحله كنوضوا كنمشيو ليها، غادي تحيد فين ما كيكون شي بلان كيطلع لينا في اخر دقيقه وكنمشيو طايرين ليه، غادي تحيد. هادشي كله باي باي. القصه ما فيها اليوم غادي نبيعوا طوموبيل. فلهذا حنا قررنا اصلا ما غاديش نبقاو كنحتاجو الطوموبيله بزاف، والطوموبيله كتكلف لينا بزاف ديال المصاريف، منهم لاسورونس، بسبب واحد اخر من الاسباب علاش حنا غادي نبيعو الطوموبيل، وهو المدرسه. بما اننا دابا حنا غادي ندخلوا على عاوتاني سيمستر جديد، خاصنا نخلصو، وباش غنخلصو القرايه نتقاداو الحمد لله وشكر لله. فلهذا حنا قررنا غنبيعو الطوموبيل باش نخلصو المدرسه. كيف ما كنتو عارفين حنا شحال هذيك كنا قلنا لكم كنخلصو بزاف ديال الالاف ديال الدولارات في المدرسه باش كنقراو، وهاد السيمستر حتى هو عندنا فيه بزاف ديال الالاف ديال الدولارات خاصنا نخلصوهم باش نكملوا زعما نستمروا في الدراسات ديالنا. المدرسه قربت تبدا في هذا الشهر، في الاخر ديال الشهر هذا غادي تبدا تقريبا، ولا في الاول ديال شهر 9 مسار غادي تبدا، وباقي ما تسجلناش، باقي ما درناش ريجستريشن وداك الشيء، حيتاش باقي ما كملناش الخلاص ديالها. فلهذا حنا قررنا بما اننا حنا ولينا قرب المدرسه ولينا قرب لكل شيء وداك الشيء، اصلا ما غاديش نبقاو نحتاجوا الطوموبيله بزاف، فلهذا غادي نبيعوها وغادي نكملوا خلاص ديال المدرسه، وعاد يزيدوا عليكم مصاريف ديال الرنت، مصاريف ديال داك الشيء كامل. الحمد لله وشكرا لله على كل حال. حنا علاش كنبارطاجيو معكم هادشي كامل؟ باش نقولوا لكم بلي انه ونبينوا لكم بلي انه everyone is going through the same thing. كل شيء تيمر من نفس الزمن الوضعيات وداك الشيء كامل، راه ماشي حيتاش انت زعما كتمر من هذا الوضع وعندك شويه زعما عندك شويه المشاكل الماديه وعندك هذه وصافي تما غادي توقف الدنيا، زعما واحد 99% في هذا العالم كامل عندهم مشاكل ماديه، ومن بينهم حنا وانتوما وكل شيء، كل شيء عنده مشاكل ماديه زائد مشاكل اخرى وداك الشيء. الحمد لله وشكرا لله على كل حال. This is part of life و this is يعني هذه الحياه، والواحد كيخصو يعرف يتعامل مع الحياه، وكيخصو يعرف يتعامل، وكيخصو يعرف كيفاش يعيش الحياه ديالو.
وواحد من الاسباب علاش حنا كنبارطاجيو معكم هذا الشيء كامل، لانكم نتوما ديما كتبقاو تسولونا كيفاش كيديروا العيشه في ميريكان، وكيفاش كتعيشوا هذه الحياه، وكيفاش كديروا، كيفاش كديروا. لذلك حنا بغينا نبارطاجيو معكم هذا الشيء بكل كيسميوها فرح وسرور. الحمد لله بفرح وسرور، هذه ضروريه بكل شفافيه. بكل شفافيه كيقولوا الكلمه الشفافيه مهم بعدا بكل وضوح. فهمتوا نو جيت كيبين هير. وكيف ما وعدناكم حقيقه في دقيقه الحياه كيف تمر كتحط في يوتيوب. شوفوا زوينه يعني حلاوتها بمرها، ولكن كل واحد وكيفاش كيتعامل مع حلاوه ديال الحياه، وكل واحد كيفاش كيتعامل مع المراره ديال الحياه. كل شيء زوين الحمد لله والشكر لله. مهم دابا وي ار اون ذا واي باش نبيعوها. سبحان الله العظيم من شحال هذه حنا باغيين نبيعوها وداكشي، ولكن يعني التايمينغ this is the perfect time ان نبيعها. سبحان الله العظيم يعني كل حاجه كتجي في وقتها هي هذيك. غنبيعوها دابا بصراحه، لان اول حاجه بعدا سميتو حنا مقبلين على واحد الكونفنشن ديال سميتو الالكشنز وداكشي، داكشي ديال بوليتيكس مهم ديموكرات ما ديموكراتش شي تخربيقات بحال هكا. غادي يكونوا هذا العام عندنا في شيكاغو، وغادي يكونوا بالضبط حدا البلاصه اللي كنعيشوا فيها حنايا، وغادي يكونوا كاع هذوك سميتو السياسيين ديال ميريكان كاملين غادي يجيو من جميع انحاء سميتها ميريكان، وغادي يكونوا سميتو الطرقان اللي كنباركيو فيهم حنا وداكشي كلهم غادي يتسدوا. حنا ما غايكونش عندنا الفرصه اننا نخليو الطوموبيل على برا. حنا بيان سور ما عندناش، ما نخليش طوموبيلتنا في الكراج، لان سميتو الا خليناها في الكراج كيخصنا نخلصو عليها شهريا، وحنا اصلا كنا عارفين راسنا غادي نبيعوها، كنا كنباركيوها في الشارع غير مؤقتا. سو بقينا كنفكرو لقينا ذيس از ذا رايت تايم قبل ما غتجي هاد الكونفنشن، لان ملي كتجي كونفنشن بحال هكا كيتسويو كاع الطوموبيلات اللي كيكونوا باركين في الشارع، كيهزوهم ديباناج وكيديهم لواحد البلاصه، وكيخصكم بعد هذيك القصه بوحدها. حنا حاولنا باش نتفاداو هادشي كامل، قلنا غادي نبيعوها في هاد الويكاند قبل ما تجي الكونفنشن ان شاء الله. المشكله هو تقريبا واحد 10 سنين ما بركت بلا طوموبيل. فهمتي انا واسيا ديما كانت عندنا الطوموبيل شي 10 سنين، دابا حنا فهمتوا عندنا الطوموبيل وداكشي. سو هذه اول مره يعني في هاد 10 سنين كامله غادي نكونوا كار فري، ما غتكونش عندنا طوموبيل. سو اي دون ايفن نو وات تو اكسبكت، اي دون ايفن نو كيفاش غتكون الحياه بلا طوموبيل. خليو على الله وصافي. يعني فهمتوا هما شوفوا بصراحه بزاف من صحابنا وداكشي نصحونا باش ما نبيعوهاش، بزاف ديال صحابنا باغيين زعما يشوفونا كيفاش غادي نوليو كنعيشوا بلا طوموبيله وداكشي. وتا انا بصراحه متحمسه لهاد الشابتر في حياتنا. غتكون انا بقى فيا غير البال اللي مسكين دابا خصني نضرب ليه حسابا، وداك البال الهاوته اللي خرجت. ما تفكرينيش اخر الدنيا جا ما بين اللوزينات، شمن تران شمن طوبيس شمن اوبر قرطه حنا. انا كنسيفي باش نخسر في اوبر مهم. صحابي شو غنديكم نتوما كيبقاو بيتكم. شوفوا دابا اللي عايزني كيلي شوفوا صافي. المهم دابا غادي تبدا واحد الحياه ديال ترانسبورتيشن، غنبداو في الطوبيسات الترانات اللي عطى الله هو هذاك الحمد لله. اوبرات دابا انا عرفتي المشكله الكبيره ديالي، انا وسمية موالفين كنخرجوا سايكان، هزه ساك هنا هزه ساك هنا، هذا فيه ماكياج، هذا فيه الصابط، هذا فيه جاكيطات، هذا فيه عاوتاني دفات دابا شويه قريبه يس، ولكن عاوتاني دابا حنا ولفنا يعني كنهزو معانا مثلا ساك فيه غير جاستن كيس. فهمتوا ساك كنكون هزه فيه غير حاجه الى احتاجيتها ربما. ممكن هاد القضيه تربينا بصراحه باش ما نبقاوش نهزو بزاف د الحاجات في يدينا وداكشي، دابا توليت صغير الاهميات. سويا دابا هذا بحكم انا قلت لكم دابا هادشي، غنقول لكم الحاجات اللي غنتوحشوهم دابا ملي غادي ما بقاش عندنا طوموبيل، والحاجات اللي غنتهناو منهم دابا ملي ما بقاش عندنا طوموبيل. نبداو بالله، غنبداو بالحاجات اللي غنتوحشو بصراحه. اول حاجه بعدا نتوحشو ديك الحريه ديال تهز الطوموبيل وسير بحالاتك لشي بلاصه وداكشي. من الحاجات عاوتاني اخرين اللي غادي نتوحشوهم واللي زعما مهمين بزاف اللي هي السيفتي ديالنا، يعني ملي كانت عندنا طوموبيل كتخرج وقتاش ما بغيتي، كتدخل وقتاش ما بغيتي، زعما كتمشي كتهز طوموبيلتك وكترجع للدار وقتاش ما، يعني ما كتكونش خايف من شي حاجه. دابا الحاجه اللي غادي تكون ماشي مزيانه اللي هي مثلا دابا غيولي خصك always to make sure انك تمشي للدار مثلا بكري، او لا مثلا يعني تكون very careful مع اوبر في الليل. المهم بعدا يعني هادشي كله خصنا نكونوا رادين ودارين ليه في عين الاعتبار. yeah. هادشي غادي نتوحشوه. من الحاجات اللي ما غاديش نتوحشوهم بصراحه هما اولهم اللي غنتهنوا منهم الحمد لله، الحمد لله وشكر لله على كل حال، المصاريف ديالها الا وبينهم بعدا اول حاجه الغاز باركينغ لاسيرونس الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر الى اجل
ما عرفتش. اهم حاجه بصراحه من هذا الشيء كامل، المهم حنا غنقول لكم النوع ديال الطوموبيل اللي عندنا، لانني ارون ثينك شي نهار شريت معكم اشنو هو النوع ديال الطوموبيله ديالتنا ولا المهم انا ما كيعجبناش ما كيعجبنيش نبارطاجي اشنو كنسوق شنو ما كنسوقش، فهمتوا كيفاش؟ المهم انا ولكن بهذا الفيديو بدات لان اصل الطوموبيله مابقاتش ديالتنا صافي فحال دولو بعناها، حنا ديجا بعناها ولكن خصنا دابا غير نمشيو نعطيوهم هذاك التيتخ ونسنيو داك الشيء صافي شنو هادشي. احنا غادي نقول لكم شنو تفاداو الا كانت عندكم هذا النوع ديال الطوموبيل اللي عندنا حنا دابا اللي زعما كانت عندنا، واي طوموبيل زعما شنو تفاداو وشنو تفاداو من المشاكل ديال كيفاش تفاداو المشاكل ديال الطوموبيلات وكيفاش تصيبوا الطوموبيلات كيفاش زعما هاو تو بي سمارت اون فيكسين كارز سبيشلي الا كنتو نتوما في امريكان ولا الا كنتو المهم في ابار امريكان وداكشي. المهم حنا في امريكان هنا اليد العامله ديال الميكانيك وداكشي غاليه والبارتس حتى هما غاليين، ولكن انا واسي كنا كنديروا واحد القضيه سو سمارت باش كنا كنصيبوا بها الطوموبيل فاش كتخسر لينا، لان الطوموبيل اللي عندنا هي اودي كيو 5 عندنا هاد الاودي يعني اتس ا جيرمان كار، وهنا في امريكان فاش كتكون كتسوق هاد جيرمان كارز الا خسرات كيخصهم يجيبوا لك البارتس ما عرفت منين البارتس ديالهم الميتنس ديالهم غالي بزاف وداك الشيء كامل يعني فهمتوا كيفاش. سو وحنا وهذه كانت عندنا 2014 اوكي سو هي ديجا باسات هذيك 10 ييرز، وهما ملي كيبداو يقربوا تقريبا يديروا هذيك 10 سنين كيبداو يتخسروا بالزربه وكيبداو زعما فهمتوا كيكون عندهم مشكل ديال الزيت بزاف سورتو الاودي كيو 5 معروف عليها كتحرق الزيت بواحد الطريقه خياليه فهمتوا كيفاش. سو ملي كتبدا تحرق لكم داك الزيت كيبداو طرا مشاكل في الموتور، سو داكشي علاش نتوما خاص ديما تكون عندكم واحد بيبرونه ديال الزيت في الكوفر كما الا كنتو كتلاحظوا ديما كنا كنوقفوا الطوموبيل وداكشي باش كنديروا ليها الزيت، واخا كنا كنمشيو كنديروا ليها الزيت عند هذا الميكانيك شوب وداكشي كانت ديما كدير اويل تشينج كانت ديما خاص زعما يبقى نزيد ليها الزيت غير من الفوق وداكشي. فني هذا كنت كنشري لها واحد بوديزا وبيبرونه صغيره ودواز وفوطه وبلاستيكه ان شاء الله تخديناها. المهم كانت صافا شويه ولات كتحرق لينا الزيت، ولينا الزيت كان خصنا نديروه كل شهر شويه ولات كل جوج سيمانات شويه ولات كل سيمانه شويه دابا ولات كل يومين كيخص دار فيها الزيت تخيلوا معايا، وهذا الشيء ولا كيشكل شويه الخطر. يا ربي اش درت في حياتي ماطلين دابا الطوموبيل حتى خصها الزيت ما يمكنش خصها كل جوج حركات خصها تشرب الزيت كل جوج حركات خصها تشرب الزيت، ولكن دابا المشكلة دابا هي محركة كنعيا ندير لها الزيت فاش كانت باردة دابا هي محركة وسخونة يا ربي. المهم صراحة اللهم انك عفو كريم وجهك بالعفو فاعف عنا يا ربي تسمح لنا يا ربي تغفر لنا ذنوبنا ديالنا. انا اش درت في حياتي جبت عليا تمام خلي عليا نتبع الطوموبيل خلي عليا نتقاد الفاري وهذا الشيء علاش حنا حاولنا صافي اننا نبيعوها. وثاني حاجه حنا غنبيعوها لشركه ما غاديش نبيعوها للناس، لان انا بصراحه في هاد الامور ما كنبغيش انا شخص نبيعها لشخص واحد اخر، ان اختي ما قاد على دعاوي ما قاد على واحد يبيع فيا كتبيعها شركه كتصايبها وهي كتبيعها. حنا كبنات ما عندناش خبره في الطوموبيلات ما كنفهموش بزاف في الطوموبيلات فكنتعلمنا بزاف تعلمنا منها بزاف الحاجات بصراحه والحمد لله ام فيري جريتفول اننا تعلمنا بزاف الحاجات. ولكن يعني هي بعدا هاد القضيه ديال المشكل ديال الزيت عنده الحل عنده باش يتصيب داكشي، ولكن باش غتصيبها بحكم انها جيرمان كار كيخصها بزاف ديال الفلوس باش كتصيب، يعني هاد باش نصيبوا هاد المشكل هذا كان خاصنا 6 مليون باش نصيبها، يعني ملي كتجي تفكر فيها انت غادي تحط فيها 6 مليون would be better 6000 دولار would be better انك مثلا يا اما تبيعها وتشري وحده اخرى ولا تريديها. المهم هذا there are other options كتبقى تفكر بزاف يا اكزاكتلي. وحنا كنا عارفين واحد النهار قريبا غادي نبيعها سو يعني ما بقينا كنقولوا نبقاو غير نديروا لها بحال هكا نديروا بحال هكا بس يعني مثلا الا كان عندكم شي حاجه بحال هكا وانتم عارفين غادي تطول معاكم وداك الشيء احسن حاجه هما تمشيو وتعالجوا المشكل من الجدر، لان كتبقاو ملي كتبقاو تعالجوا غير من الفوق من الفوق من الفوق كيجي واحد النهار كتلقى راسك خسرتي فيها الثمن اللي كنتي تقدر تخسر وانت غتقدر يعني الثمن اللي كنتي غتقدر تخسر كون صيبتيها من الجدر وغتكون تهنيتي. واحد القضيه مهمه اللي اكتشفناها حنايا ملي كانت كتخسر لينا شنو كنا كنديرو، فاش كانت كتخسر ليا كنت كنديها الاوتوزون، الاوتوزون تيديروا لك هذاك فهمتي تيديروا تيتشيكيوها لك وكيعطيوك اكزاكتلي شنو هو البروبليم اللي فيها وفابور هذا اتس فري سيرفيس كيديروه اوتوزون هنايا في امريكان صافي كيمشيو كيطبعوا لك واحد الشيت تيقول لك البارتس وتيقول لك بارتس ذات يو نيد بارتس ذات يو نيد. انا اسي شنو كنا كنديرو
كنت كناخذ هذاك الشيت هذيك وكنمشي كنبقى نقلب في جوجل، كنبقى نقلبوا في يوتيوب هذاك الشيء وكنشوفوا كيفاش كتصيب. الا كان شي حاجه اللي كنقدر نصيبها نصيبوها حنا، كيف ما شفتوا معنا هذاك الاي سي كيفاش كنا صيبناه واحد العامين دابا، جيت كنت باغا نصيبو وديتو الاودي قالوا لي 2000 دولار، وفي الاخر طلع علينا وقيلا شحال كانت، طلع لنا ب 300 مع 600 تقريبا. يا شرينا غير بارت وصيبنا غير راسنا حنايا، ما بقيتش عاقله على هاو ماتش اكزاكتلي كوست اس، ولكن شنو ولينا كنديرو، ولينا تنبحثو على داكشي كامل، ولينا حنا كنمشيو ملي، حيت اغلبيه الاوقات كيكون عندهم واحد الدوزان خاص بالطوموبيل سو ما تقدرش تصيبها لراسك، داكشي علاش شنو ولينا كنديرو، ولينا كنمشيو حنا كنشريو البارت وكديو حنا الميكانيك وكنخلصو الميكانيك غير في الليبر، غير في هذاك التصييب اللي صيب لينا، ما تيمشي ما تيقول لك لابارت، ما تيشري لك لابارت لا والو، سو البارت كتجيب انت كتقول ليه شوف عافاك اخويا غير ركب ليا هذه هنايا وصيبها ليا صافي، حتى هو تيجي كتخلصو غير على ديك خدمه يديه وصافي. وخدمه يديه كتكون 200 دولار في الساعه. ديما جيرمان كارز كيكون عندهم سميتو الاورلي ريت ديالهم بوحدو. المهم صافي دابا غادي نديوها ان شاء الله وداك الشيء، الحمد لله بصراحه اللهم لك الحمد والشكر. It's been a great journey. الحمد لله داتنا فين كنا باغين. هزات مسكينه، ما هز قلبها مسكينه، هزات داك الفراش كله اللي كنا صايبنا الدار العام اللي فات هزاتو كامل، هزاش منك يا طوابل، اش منك يا فوتويات، اش منك يا فريمز ديال التصاور، اش منك يا كراسة، اش منك كلشي الشالز، هزات الدار كامله مسكينه والله الا عانات معانا شوية ربيت عليها الكبده، ولكن صافي قول اختي كل حاجه عندها وقتها، كل حاجه كتجي الاجال ديالها، كل حاجه كدوز واحد الفتره. اللهم لك الحمد والشكر، منفقا خلافه. الله يخلف عليك كله، الله يخلف عليك، يو سيرفد، ثانك يو سو ماتش. الى ان نلتقي مع براند او لا مع ماركه اخرى ان شاء الله يطيحها في يدين شي واحد احسن منا. دابا انا خصني نقول لدماغي باللي هاد الخرجه اللي غنخرج راه اتس غانا بي ذا لاست وان، هاد السته هادي صافي راه اتس غانا بي ذا لاست سته في الطوموبيل وباي باي، ثانك يو سو ماتش. اش كديري؟ انا بلاتي بلاتي شكرا بزاف. وي وي لا كاميرا اليوم قهوه ضروري خصني نخلي الباروك ديال، ضروري خصني نخلي السفنير ضروري. يلا عندي مسائل. او ماي جاد. مهم الحمد لله تمت العملية بنجاح، سالينا بعنا الطوموبيل باي باي، الحمد لله شكرا لله، الأمور كانت مزيانة، الأمور كانت هي هذيك صافي، عطيناهم السوارس عطيناهم كل شيء، عطاونا أمورنا عطاونا اللايسنس بليت وداك الشيء كامل. واش مشافتنيش؟ الجمال كله مشافتنيش، الجمال ده كله مشي عليا طوماس.